السلام عليكم المشاهدين ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ كدايرين الوليدات؟ كدايره الحاله المدنيه كلها؟ بسم الله توكلنا على الله يا سيدي ربي. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه ان شاء الله بنت شركه معكم ديال المعده. اللي عنده المعده واللي عنده القرحه في المعده راه مجربه، راه اللي ما مجرباش قلت لكم ما نجيبهاش لكم. كاين عندي الخروب، من طبيعة الحال الخروب راه مغسول ومنقي، مغسول على حقه وطريقه، وخليته تنشف واللي زربان عليه يديرو، وتديو الطاحونة وطحنوه، طحنوه على حقه وطريقه تيولي بحال هكا، بحال هاد الشكل هذا. هانتوما 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 تبارك الله وصلى على النبي، راه ديتو عند العطار وطحنتوه. ولكن انا راه ما تقديتش من العطار، جبتو من عند جاري عنده في الجرده. هانتوما راه غزال تاكلوه بلا والو، بسم الله عرفتي والو. مطحن بالعظيمه ديولو بعظيمتو، فيه هذا هانتوما، هذا راه زوين المعدة. وانتوما المشاهدين اللي بغا ياكلو بلا ما يطحنوا ياكلوا، ولكن هذه وصفه انا دايرها ان شاء الله للمعده. اللي بغاها هذا الخروب، وهذا عرق سوس، وهذا النبق. النبق ما طحنتوش ولكن نتوما طحنوه. غادي تشدوا ان شاء الله هذا عرق سوس وديروا، غادي نوريه لكم نصوبوا. بسم الله هانتوما المشاهدين، هما كاينين جوج حالات، ديروه بحال هذا الشكل اللي بغيت نوريكم، وتقدروا ديروا العرق سوس بحال هكا، تقدروا ديروا له بحال هكا، وديروا النبق بحال هكا هذا الشكل هذا، وتكفوه مع الصباح للمعده ودوزوا بالماء على الريق. راه ما تيضر ما تيدير والو، المعده تتجمط اللي عنده التهاب في المعده ديالو، واللي تضرو المعده واللي تتحمض ليه. والله القسم الا غزال ما تسالونيش حلف، راه ماشي انا هادي راه مجرب عاد انا قلت لكم. واللي ما قدش يكفو يديروا بحال هكا، بسم الله يدير معلقه بحال هادي ديال الندك، لحقاش انا درت هنا واحد شويه ديال العرق سوس، ويدير قد هكا ديال العرق سوس. هانتوما والنبق حتى هو طحنوه وديروا منه قد هكا، حتى هو ديروا قد هكا، راه زوين الكلاوي، الكلاوي راه واعر دقاب طلال الكلاوي. الخروب هانتوما شحال من وصفه عندي، عندي هنا ثلاثه الوصفات، عندي الخروب وعندي الخروب وعندي عقصص وعندي هانتوما، عندي ثلاثه المكونات، ثلاثه ديال المكونات، ما فوقهم ما تحتهم، وموجودين الحمد لله فيما مشيتو تجيبوهم. هذا عندك هنا 5 دراهم ديال النبق، وعندك هنايا عرق سوس شريتو طحنتو 5 دراهم، والخروب جبتو من الجاره ديالي من الجرده، ما غادي نكذب على الله. وغادي نديرو بحال هاد الشكل ولادكم. وهنا عندي المطايب، هنا عندي المطايب، اللي قد على قد هكا يديرو، واللي قد على كاس ديال العنب يديرو، كيبقى داكشي اختيار ليكم. زوين بزاف بزاف بزاف. هانتوما هاد الخل هذا، اللي عنده الخل ديال التفاح وبيزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخل ديال التفاح يزيدو، واللي بغى يزيد معلقه ديال الخل هذا هو على شكل الحامض يدير هذا الخل على شكل الحامض، يزيدو هنايا، تيبقى اختيار لكم، ماشي ضروري، يبقى لكم اختيار. وراه هكا تشربوه على الريق
يعني انصحكم به على الريق حيت ما غيضركم ما والو، ماشي بحال شي حاجه وحده اخرى اللي ما ديروش على الريق، هذا غير صربوه على الريق يعني راه زوين، وتقدروا تشربوه هكا وتقدروا تكفوه كيما قلت لكم، تشربوه بالماء مع الصباح بحال هكايا، تكفوه هكا وتشربوه بالماء. وهاد الوصفه تبارك الله راه مجربه وبزاف الناس بارين عليها، ونتمنى من الله تبارك وتعالى هاد الوصفه تعجبكم وتشكروني عليها، وإلا درتوها وبريتو ما تنسونيش من التعاليق، وديروا لي جيم ودعموني، وطلب منكم ماشي امر مني، وشكرا لكم بزاف بزاف ولا لي خطيكم، ودا نشارك معكم غير الحاجه الزوينه، من الحاجه اللي تضركم ما نديرهاش لحقاش ما يمكنش نديرها، حيت انا ما نبغيهاش تضرني ما يمكنش تضركم. وان شاء الله يا سيدي ربي نكون معكم في وصفه واحده اخرى ان شاء الله يا سيدي ربي، وتكون حتى هي مفيده وتفيدكم بزاف بزاف بزاف. وهاد المكونات اللي وريتكم هادو راه مفيدين، هادو راه تياكلهم الناس، ما غاديش نشكر لكم راسي وما نشكرهاش لكم، وتبارك الله عليكم ولهلا خطيكم، والله يعمل الله تبارك وتعالى ديما واحد الدعيوه، الله يعمل الله تبارك وتعالى ترفع علينا هاد الوباء وترحم هاد الناس اللي ماتوا، ترحمهم وتوسع عليهم جميعا امتي محمد رسول الله جميعا، وترحمنا وترحم والدينا وترحم خوتنا امتي محمد رسول الله جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.